سوال. مشاهدي موقع شوف تي في، صباح الخير عليكم، جمعة مباركة ونهاركم مبروك. احنا الان كنتواجدوا في احد المنازل اللي كتواجد مدينة الدار البيضاء، درب عمر. هادو الوالدين ديال واحد الشاب اللي في العمر ديالو 26 سنة، اللي خرج دابا سنة تقريبا مبقاش رجع للدار ديالو. هاد الشاب اللي كان تبارك الله عليه في الدراسة ديالو، كان كيقرا مزيان، عنده دبلومات ديالو، ما عرفوش شنو السبب اللي خرج، ولكن كاين سبب واحد، لأنه كان كيتعالج طبيب نفسي، قالوا بأنه كان تعرض للسحر. واش غيكون السحر هو السبب تاع هذا الولد خرج من الدار مرة واحدة مدة ديال سنة وما كيقلبوا عليه؟ كيناشدوكم كاملين جميع المغاربة اللي شافوا يقدر يبلغ عليه هاد الوالدين اللي محروقين على الولد ديالهم. قولي لنا شنو نسدو واحد شو على قبل تصداه الحاجه. ولدك شنو سميتو؟ سميتو عبد الرشيد. هشام صديقه مزيان كان بلاد. اها كان دري كان مزيان، ما هي ما كيغوت ما يعاير ما يسب ما حتى شي حاجه. سميتو هشام. هشام اربيع. اربيع اربيع هشام اربيع. كانت عندو البطاقة الوطنية ولا داها معاه ولا خلا؟ لا خليه كلشي، خلا هنا، خلا التليفون، خلا كلشي، خلا البطاقة الوطنية، خلا كلشي هنايا في الدار، كلشي خلاه، ما تا شي حاجة ما داها. وشنو عاودي لي المشكل ديالو، كيفاش كيفاش مرض، كيفاش قلتي أنه كان كيقرا مزيان، كانت حياته عادية؟ كان تيقرا مزيان، وكنا ساكنين في الدروة. كنتو ساكنين في الدروة؟ في الدروة. الدري كان تيقرا مزيان، ما كاي كثير ما عندوش، ما كيجمع كثير، ها كيريح معانا في الدار. حتى اللي قرر الباك ولا دار واحد الجراري صحابو، يعني هذوك الدراري هما ناس دراو صغيرين، الدري اللي بغى يدوز الباك مرضنينا. اللي بغى يدوز الباك مرض. مرض باش مرض؟ قبل ما يدوز الباك مرض، كان كيقول لنا راه ضرني راسي. يعني ما كانش كنا كنقولوا غير هذه سخانه او شمش هذه، يعني عطيناه الدواء وداك الشيء، ولكن هو ديك الساعه التاثير ديال السحر ربما الا ديك الساعه بدا. ثم باش حبسوا السحر؟ من داكشي ملي عاوتاني الدري برد لينا من ملا سميتو، ملي عاود دوز الباك صافي زاد عليه داكشي الحال ديال داكشي. عرف اللي عرفنا داكشي الدري راه كان ديتو على طبيب نفسي يتعالج ولا لا؟ ديك الساعه باقي ما ديناش. باقي ما ديتوش في الاول؟ في الاول حنا كنا ملي الدري بغا يدوز الباك، بغا يدوز الباك مشى الدري يدوز الباك، ولكنه ديك النقطة اللي غادي باش كان معول باغي يجيبها ما جابهاش. هو نجح، ولكن نجح بديك 11.160. نجح ب 11، يعني انتوما كنتو كتسناو بأنه غادي يجيب نقطة كبيرة. هو اللي هو كان بناوي باش غادي، وفعلا حتى من واحد صاحبو قال لنا ودي راه الدري راه شي حاجة عنده، راه يا إما نقصوا ليه من نقاط ولا شي حاجة. الدري راه كان تيقرا أحسن مني أنا، جبت 12 وهو دابا 11. الدري ما تا واخا ما سميتو مشينا دوز كيقرا في هنا في لافاك، داك لافاك ديال سلاسمان بن سلاسمان، بقى تما كاين كيمشي عند جداه، جداه كاينه في سيدي مومن في واحد البارطمان غير هو وياه، كيمشي واحد البيت الدري داك البيت كيتعازل تما داك البيت، ولا الدري تخرج بعلق بالعقل. يعني ملي كان عايش معكم كان مزيان؟ كان مزيان، كان مزيان. ملي مشى عند جداه صافي الدري بدا كيأثر عليه شي حاجة، داك السحتان. وشنو السبب؟ لا ما بقاش باغي يقرا، ولا دار واحد الحياة كاع خلا سميتو، جا لعندنا للدار جا لعندنا للدار الدروا صافي ريح، ما دار واحد الحياة، ولا يصلي ليل ونهار الدري ولا تيقول لنا من هنا لست شهور غادي تقوم القيامة كذا كذا. الدري عرفنا راه ملي بدا يقول لكم ست شهور بدات تقوم القيامة عرفتوا صافي؟ صافي هذاك السحر شد فيه. بقينا كان داير دينا على الطبيب بزز والو، كان ديو على الطبيب كيجي ما بغيش ياكل لينا الدواء. الطبيب شنو قال لكم؟ الدواء قال لك انا الدري راه مريض، ملي عطاه الدواء صافي كيعرفوا راه مريض. والدري ما بغاش ياكل الدواء.
بقى هذاك الدري حتى قلنا شنو قلنا لواحد الحاله كنا قلنا راه غادي يموت قطع الماكله حتى الماكله ولا كيصوم يومين تابع وملي كيفطر كياخذ واحد نص ديال الخبز نص ديال الخبز ويدير فيه ديك البيضه صافي الماء يشرب حتى لواحد النهار عطانا واحد الراجل عطانا واحد الماء ولكن كنظن هذاك السيد ماشي زعما شي فقيه ولا شي حاجه ربما الا المهم عطاه واحد الماء الدري دار له شويه الماء ديالاش غير ما عطاه لي عطاه لينا قالنا عطيه لي واش راقي فقيه ولا شنو هو ماشي فقيه هذا فينا ماشي فقيه على ما حال اللي عطانا ذاك الماء الدري ولا دار له شويه ايوا ولا دينا الطبيب ولا كيتعالج مع الطبيب وداك الشيء عاود ناض شويه لاباس عليه ولا مشينا ثاني ولا كرهنا داز شي مده ديال شي عامين هكا عامين ثم كتعانيو معاه انا كنعانيو معاه ملي ناض ديك الساعه وقف ثاني على رجليه ثاني مشى لدار التكوين ديال هنا كاين في المطار لوجيستيك سبيسيال دار در قرا العام الاول جا مزيان عاوتاني العام الثاني ثاني نجح شد الدبلوم ديالو العام اللي شد الدبلوم ديالو جينا ثاني جينا خدمنا جيت خدمت انا هنا بوار لا بروسير بقى معانا مسكين من شهر واحد لشهر تسعود دري ولا ثاني اللي مشى دفع لواحد كان مشى لعند واحد سميتو بغا يخدم في سانتر زابيل وكيفاش كان معكم انا في الدار بعدا كيفاش كان؟ كان دري ترانكيل ولكن بخير على خير ايه هو خير مبلي كان كيكمي ولا كيشرب ولا شي حاجه؟ ما كان تيكمي من والو ولا ما كانش تيكمي والدري كان زعما ما كيهضر ولكن مره في كل شهر شهرين كتجي شي حاله ثاني كيبغي يرجع لي داك الشيء ولكن عاود ما كانش كيكمي ما كانش مبلي ما كانش صافي مزيان اها كانت عاوتاني كان عاودو ثاني كيتاني كيعاود يدير لاباس يعني هادشي هادشي وقع ملي خرج من الدار عندكم ومشى طلع مشى لافاك ياك وعاش مع الجده ديالو عاش مع عام عام اي وتبلا تما واش تبلا تما في هذيك المنطقه ولا شنو؟ تبلا لا ما كاين ما كيفاش وقع لي في نظركم نتوما شنو؟ هو بنظرنا من تما السحر كيعطر عليه ديك الساعه ملي راه الدري شي واحد سحر ليه ولا شي واحد؟ اي الله اعلم بعد الدري عنده سحر شي حاجه سحر اللي يقول لكم القيامه غدا توقع اي يعني ولا بواحد الحاله اللي راه ذكرت لك كيفاش داك الشيء ومن بعد مشى ملي صافي ما بغاش ياكل لينا الدواء ما بغا ياكل حتى حاجه ملي ولا كلا ديك الساعه ملي كلا الدواء ولا مشى على الطبيب قلنا مشى دار لوجيستيك وعاوتاني نجح فيه جينا لهنا جينا لهنا ولا كيمشي عند واحد الراجل كيخدم هنايا شويه من مره تيخدم مع واحد السيد كنعرفو هنا واحد النهار قطع الدواء ما بقاش باغي ياكل الدواء مابقاش باغي ياخذ الدواء ولكنه ملي بغاش ياكل الدواء ولا كيمشي كيمشي كيكمي داز تاع رمضان ملي كيوصل الفطور كيخرج كيمشي لواحد البلاصه كيكمي كتجي كتقول لي امو كنشم في ريحه الكارو هادشي من بعد ما مرض بعد ما بقى لا دابا هنا من بعد ما قطع الدواء هنا هادشي هنا اللي عاوتاني قطع الدواء ولا تيمشي ثاني هذيك البيرة وعرفت ولا كيشرب ولا كيشرب ولكن عاد الاخر هو داك الشيء بدا كيتزال عليه الحال بدا كيتزال عليه حتى وصل جا عنده شي واحد كان قبل منها كان جا عند واحد صاحبو الدري قال ليه باش تمشي تخدم كان يقرا معاه في السانتر ديال التكوين قال ليه ما تخدم معايا في السانتر لابيغ ملي مشى معاه الدري هذاك الدري عندي انا عندك ما عندوش شويه مع الفرنساويه عندهم الانجليزيه وما ما كان يقول لهم انا رانا كنعرف الانجليزيه ما باش يدوزوا لي بالانجليزيه وتا هو مزيان هذه الانجليزيه سكت دوزوا لي بالفرنساويه انا سقط اجا لهنا ثاني جا واحد اخر انا ما عندي زهر تعصب اي ما عندي زهر من نهار قاعد اللي راه شد الباك هو ديما هذاك الشيء ملي جاب امريكا ولدي علاش درتي راه ساعه ساعه شوية الصوت الحاجة اللي قدرتي تزيدي شوية الصوت ديالك حيت هنا كاين لما خدمتي اليوم تخدمي غدا راه باقي الحياة ديالك قدامك قال لي سيري بعد مني انا ما عنديش الزهر صافي قال لي بقى بحال هكاك ثاني حتى شوية ثاني تقطع الماكلة قطع الماكلة ثاني ما عادش يومين ولا ثلاثة
شديناه بالزز باش وكلناه النهار اللي وكلناه الدار معاه النهار الاول كلا النهار الثاني بالعشيه قال لمو قال لي هذا على حسب الغد ليه دير لي الحريره 14 نهار قال لي ما كنت درت لي الحريره قلت له ولدي 11 ساعه الليل هذه تاع الصباح وانا غادي ندير هذه الدري قال عادي ما جالس عادي ياكل يشرب قلت له ولدي ما تذوبوش قال لي واخا العشيه عادي زعما الدري ما هذيك الايامات كان شويه مزيان ملي قطع هذاك الماكله عاوتاني ملي قلنا شديناه وكلناه بزز ولا ثاني بدا سميتو با كيهضر معانا ودا كيدير قال لمو غادي طيبي لي الحريره حنا يعني عرفنا قلنا راه السيد راه غادي يرجع ثاني للحاله ديالو غادي ان شاء الله يدير هذاك النهار غديه خرج مع الصباح ما كنسمع انا الدفه ديال باقي الدوار نعلو الفجر من ورا الجار كنسمع الدفه تخبطت انا كنقول اش واحد الراجل خرج للجامع خرج للجامع يصلي ملي نط كنلقى البلاصه ديالو ما كاينش هو الضو ديال الكولوار شاعل الباب ديال الصيل محلول قلبت نزلت كنجري قلبت ما لقيتوش الدري ماش تقريبا ما بين الفجر و يعني باقي الصباح الصباح بكري اي باقي الضو الصنداله ديالو ربما كاع ما داهاش خرج تحت يعني الى يومنا هذا من تما خبر قطعت ما هي خبر ديال هادو الدبلومات ديالو هذه كتشوفوا هذا ريا كما كتلاحظوا هو ديال البكالوريا وهذه اللي تحت منها راه الدبلوم اللي شاد ديال لوجيستيك سبيسيال هذا هو والدري راه ما تقول كان سرطات الارض وعاوتاني انا كنظن بان هاد الدري راه ثاني عاوتاني ثاني شي سحر ثاني راه ثاني اللي خرجوا حيت هو الدري ما موالش يدير هكا ما عمرو خرج جلس في الزنقه ولا ما عمرو بات خارج الدار ما عمرو بات حتى الا كان عند الفاميلا ديالو شي نهار واش حاجه ما كاين حتى مشكل يكون مع عمو ولا شي بعض الخطرات كيمشي عند شي واحد صاحبو كيهضر معاه نهضروا معاه راه الدري راه خلى كلشي في الدار وشرا خلى في الدار كلشي خرج مع داك الصباح بكري دا ماشي حوايج ولا شنو ما دا ما حتى حاجه خرج خمسين كيلعب واحد السليب ازرق ياكل تريكو ازرق سليب ازرق ساعه كان الصيف واحد الصوبيط ما وربما خرجت كاع حفيان كاع وكان تا شويه اللحيه دار اللحيه كثيره في سميتو الشعر ديالو راه تا هو كثير بارطاجوها فيكم هذا الفيديو هذا نتاو مع العائله هذه اللي لقاو الولد ديالهم شي جمعيه ولا شي حد ما شافوه ولا ودي اي واحد هادشي ما عنده علاقه بالجمعيه دابا خصنا نشوفو دابا لا لاكارت ناسيونال لا تيليفون لا والو قلبتو قلبنا كلشي حتى التليفون ديالو بغينا نحلو غير واحد الكود ما عرفناش كيفاش داير ما راه باقي الان راه طافي ولا كاين شاعل ولا كاين كيعيط فيه حتى شي واحد كيعيط كيعيطني داك واحد مره واحد صاحبو كان تيقرا معاه فسميتو تا هو سول ليه صافي هادشي اللي كاين قلبتو عليه دوزين درنا سميتو عندو درتو ما خليتوش مشيت للبلاصه دابا واحد السيد راه قال لي راه كاين شي بلاصه قال لي ما بين مديونه والصاع ولا بدو قال لي شي بلاصه كيشدوا فيها شي وحدين ما بين مديونه والضروه كيفاش كيشدوا شنو كيشدوا فيهم كيشدوا فيها قال لي هو الشمال دابا شوف هي راه كاين واحد الحاجه هاد الايام مادا الحجر الصحي جميع الناس اللي كيعيشوا في الزنقه المتشردين الناس اللي عندهم مشكل نفسي كلهم جمعوهم اي لا هادشي دابا هو اللي كنشوف انا ولكن انا عطا الله بزاف هنا في الدار البيضاء راه كاين بزاف ديال المراكز كاين تحملي كاين انا ما كاين والو مديونه سولتو في هاد البلاصه انا انا هاد الدري على ما حسب ظني بين واحد النهار جاني واحد لابيل من اللي بان الدوزيام جاني واحد لابيل من عند واحد السيده جاني واحد لابيل من عند واحد السيده النوبه الاولى كنسمع واحد الدري كيهضر كيتمتم مسكين في الهضره ديالو ما سمعت ما عرفتش شنو الهضره ديالو انا هاد الدري شي شويه شدت واحد خيتي التليفون من عنده بدات كتهضر معايا قالت لي هذا راه ولدي وهذاك راه ولدي هذيك السيده راه شاده هي ولدك ايه هذاك 100% غادي يكون ولدي الدري محتاج زاه شي وحده والدري راه خارج من ثاني من هنا بشي سحر هادي خيتي من نهار عاوتاني عيطت لها قالت لي حنا كادر ساكنه في مكناس وكذا كذا وهي راه ما ساكنه في مكناس لا والو وعاوتاني من اللي عيطت ليهم ما بقاش من تما ما بقاش عيطت ليا واش هي اللي عيطت لك هي اللي عيطت شنو قالت لك الدري النوبه الاولى اللي عيط عليا كيهضر كيتمتم شي هضره ما فرجتهاش ليه
هذاك النهار ولدك يهضر مزيان؟ لا كيدير شويه ياك شبه لكم. الدري ملي غادي يكون مرض حيت هو الدري راه بسعر ثاني باش خرج الشفاء. الله يجيب الشفاء. الدري ثاني راه مرض وشاد دينو. الدري بدا مسكين من ديك الهضره اللي ما فرستهاش لي معاك يدوي شويه بحال لا تقول شي بحال الانسان منعامك شي حاجه بحال. وملي شدت هي التليفون كتهضر مزيان وقالت لي هذا راه ولدي وانا على ليتي. قلت لها الله يصلحو انه ولكن من بعد عرفت انا هذاك الدري اللي كان كيهضر راه ولدي. وهادي شي وحده راه كيفاش معيط عليك اش باغا تقول لك؟ اما الانسان ما تعرف هذا هو انا الظن ديالي غادي تكون مير. علاش ما يطالك شنو قلت؟ انا غير هي عيطت لي قالت لي انا كان ماشي زعما باش غادي نقول لك رانا شفتو ولا شي بلاصه ولا والو. قالت لي انا غير هذا راه ولدي. قلت لها الله يصلح. وكي شنو المناسبه هو ولدك؟ هاي دابا هو هذا تشوم هو اللي خلاك انت تشك بان ولدك عندنا وراه محتاج زه هذيك السيده. ما قالت لك رانا هذا السيد الدري شفتو او لا شي حاجه. المهم عيطت لنا واحد في داك السيد عندك معايا عيط لنا في شكون عيط لكم؟ داك اللي عيط لنا في ربما يكون هذاك شابه ديال شي واحد انا بوصديقة عيط لنا حتى هو قال لك انا بغيت نعيط لكم في الجوج تاعت الليل كان يجي عندي واحد يدخل القهوة هذا هنا راه بولدك وهذا وهذا ولكن من بعد قال لك اودي راه ما بقاش رجع الان قال لي ماني سميت هشام وكنت كنت في الدار هو وولدك سميتو هشام؟ هشام وما عرفنا حتى هو واش غادي يكون ولكن هذا السيد الثاني مشات مو وداك الشيء ما تعرف يكون هو ولا ماشي هو كيف كيوريب لي في التصويره قالوا لي راه من اللي داز ثاني شي ايامات عاوتاني قال لك لا رانا قال لك ما كاين ماشي هو ولا ما عرفتش ولا كاين دابا كل واحد وشنو كيقول لكم بانني شفتو ما شفتو ما كاين حتى شي حاجه. انت دابا ديك السيده شكيتي فيها بان ولدك عندها ولدك ما كاين السبب باش تعيط لك تعيط لك تقول لك حق هذا راه ولدي رانا على شنا بزاف ديال الناس رانا شنا الدري راه كذا 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 غادي يقول لك ولكن هذه غير بانها قالت لك هذا راه ولدي ونعني وكتضحك ديك السيده نعني وبحال اللي تقول ما عرفت شنو والله اعلم بها الدري والله والله يهديه. شنو البلاصه دابا قالت تعيطوا لك قالوا لك في مديونه؟ كان قال لي دابا واحد قال لي راه كاين ما في مديونه والضروب كيشم مركز ايواء المتشردين قال لي هو الشنكاره قال لي كيحطوا قال لي الناس الشنكاره ما في مديونه دابا ناقصني نسول لها البلاصه ونمشي نشوف واش هاد الشيء نيت بصح؟ اه خاصني شو دابا سدوا على لي سونتر كاملين مراكز كاملين اللي كاين هنا في الدار فينا ديال هي عطيت من لي مشيتي ليه؟ امتى مشيتي ليه؟ هو شحال من مره حنا كنمشيو ليه؟ لا في هاد المده شوف هاد المده اللي كانوا كيجمعوا الناس يعني باش ما يباتوش في السنطر هي مشات عند الجمعه كاين واحد الدري هو من الناس اللي نازلين تما كيعرف ولا كيعطينا التليفون داك الشيء قال لي راه هاد الدري دخلها كاع حتى لداخل وقال لها راه الدري عندك راه لو كان هنا راه غادي نعطيو لك راه انا قال لها الدري حتى هو من نزلاء حتى هو مسكين دابا شوف خصكم ديروا واحد الوقت ودوروا راه حيت كيجمعوهم اي فهمتك دابا ولكن حنا راه كنمشيو سي واحد السيد مشى حتى هو تا كيعرف المديره تما ديال المستشفى الامراض العقليه اللي كاينه تما كيعرف المديره وعطاها التصويره ودخلوا حتى تما كاين وعطاها قالت لي تالت هاد التصويره راه غادي نعطيها كتعرف المدير ديال بن سليمان ديال المستشفى ديال خليوها عندهم باش اللي شافوا باش حتى هو ملي كيجي لعندها مره هو التصويره وجات هو يعني هاد الشيء حنا راه كان كاين عندنا الفاميلا راه ما خلاو فين الفلاح وفي الفيسبوك ولا كل شيء راه كاين ولكن هاد الدري راه 100% غادي يكون محتاج عند هذه الحيتي راه ولكن راه قريبا ان شاء الله غادي تعرف الامور اللي شافوا مشاهدي موقع شوف تي في الناس اللي متبعين معنا هذا المباشر اللي شاف هاد الولد على الاقل بارطاجيو هاد الفيديو هذا نتعاونوا مع العائله يعني 26 سنه سميتو هشام اربيع هشام اربيع هشام طويل ورقيق شويه طويل ورقيق شويه مسكين بارطاجيو عفاكم هاد الفيديو باش اللي شاف هاد الصوره يقدر يتواصل مع الناس في هذا الرقم شنو الرقم ديال عفاكم شي واحد يتطوع ويكتب الرقم ديال هاد العائله 06 07 97 97 03 لا ما قلت الاول 07 06 06 06 07 عاود اش 06 07 97 03 43
تقدروا كاع نكتبوه وصوريه حتى. لا ماشي مشكل، انا حيت زربتي دغيا ما تشدش. هذاك راه ما كاينش التليفون ديالو. صافي غير نديروا الرقم الثاني. قول لي الرقم الثاني، كاين شي رقم اخر؟ رقم 06 06 03 03 01 01 43 43 23. هذا الرقم الثاني اللي باغي يتصل فيه بهذا السيد اللي عنده شي معلومه ديال المول ديال الام ديالو. فوالا مزيانه، اللي عنده شي معلومه ولا اللي شافو يقدر يتواصل مع العائله ديالو، راه واقفين وكيقلبوا مساكن. جزاكم الله خير. 26 سنه ولا 25 سنه هو عايش معك في الدار، وولدك ومن دمك ولحمك وتفيق وتلقاه خارج، شويه صعيبه. نتعاونوا معهم، نبارطاجوا هذا الفيديو، واللي بان ليه او اللي كيعرف شي اخ خدام في شي مركز ايواء للمتشردين، يعني الناس اللي كيعيشوا في الزنقه، يقدر يبارطاجي مع هذا الفيديو. الى بان ليه شي واحد تما بهذا الوصف، سميتو هشام اربيع هشام، الصوره راه كاينه في المباشر. اي واحد كيعرف شي واحد في شي مركز يقدر يبارطاجي مع هذا الفيديو باش الله يرحم ليكم الوالدين. راه عنده واحد العلامات في الظهر ديالو، كاينين شي حبيبات صغيرين كحلين في الظهر ديالو، كاع الظهر ديالو في هاد الحبيبات، راه هادو هما العلامات اللي راه غادي يعرفهم. المهم هذا ما كاين، نعاودو هضره الحاجه كتسمع. الله يرحم لكم الوالدين اسيدي، الله يجزيكم بخير. الا ما نشتو هاد الدري الا ما دخلوا، راه قلبي محروق عليه. راني كنترجع والله مسكينه من النهار اللي راه ما كنشوفو، راه من النهار اللي خرج هاد المرض، راه مسكينه راه زادت ثاني، زاد عليها الحال، زاد دابا تبقى مدخلوها عليه وخايفه عليه بزاف كاع. حنا راه ملي ما كانش هاد المرض كنديرو فيه، ولكن ملي ولا المرض ديال الكوفيد 19، راه السيده راه ثاني مسكينه راه زاد عطل علينا، وحتى انا راه حتى انا وليت كنوض في الليل ما كنفكروش، ما كيبقاش يديني الناس. راني مقطوع جهدي ما عندي الا ملي نمشي معايا شي بلاصه. الله يرحم لكم الوالدين. راني ما صدتش ملي يعاونني. شي واحد يتكلف ولا شي وحده من الاخوان اصحاب القلوب الرحيمه، هاد الناس راه ما عارفين حتى فين يمشيو، ما عارفين فين يسولوا. الا كان شي واحد يقدر يعاونهم غير بمكالمه هاتفيه، يقدر يتصل بهم ويعطيهم الاسماء ديال المراكز ولا الرقم الهاتف ديالهم ولا حتى العناوين ديال هاد المراكز، ولا اللي كيعرف شي واحد خدام شي مركز ايواء يقدر يبارطاجي مع هاد الفيديو. الرقم راه كاين، ما تعرفاش شنو كاين، نقدروا نلقاو في شي مركز بسبب فيديو لقاو هاد الولد. نتعاونوا بعضياتنا ما فيها باس. الوالدين ديالو هما هادو، سمعتو النداء ديالهم، الصوره ديال الولد نعاودو نديروها هي هادي. هذا هو الولد هشام. صاحب الوالدين. هاد الناس ساكنين في درب عمر، مدينه الدار البيضاء. الا كان سحر نتمنوا ليه الشفاء، وربي يحفظه وينجيه ان شاء الله. مسكين باغي يخدم وباغي يوقف على رجليه وباغي، والله لا اله الا الله. الى هنا مشاهدي موقع شوف تي في غادي نكونوا وصلنا لنهايه هذا المباشر. بارطاجوا هذا الفيديو، حاله اختفاء هذه العائله اللي كتعاني دابا لمده ديال سنه، ما خلاو فين نقلبوا عليه كل واحد وشنو كيقول لهم. يعني عندهم شك في واحد السيده بانها مهتزه، ما عرفناش كيفاش هذا البلان، بان هي اتصلت بها. علاش اتصلت بها؟ الله اعلم. هذا ولدي، ولكن شنو السبب اللي غتقول لي هذا ولدي؟ هما شكوا بان داك الولد ولدهم، لانهم كيسمعوا الصوت ديالو وتم الطريقه ديال الكلام ديالو. نعم يعني نفسه، يعني نفس الكلام ديالو كيفاش كيهضر. معلوم داك كيتمتم بهذيك الهضره ديالو، مسكين ما فرشناش ليه الهضره ديالو. انت قربتي بان هذاك الصوت صوت ولدك. هي غادي 100% غادي يكون هذاك الدري راه ولدي، وهذيك السيده راه مهتزه، ماشي اللي قلت انا والله. وما درتوش شكايه؟ ما حنا دايرين ديكلاراسيون ديال عند البوليس. صافي فقط هما راهم مشيت عدلت حاجه معاهم. ولكن دابا هذيك علاش اتصلت بكم؟ دابا هو وحتى الهاتف ديالها من تما ما بقاش. كان طلعت لكم الرقم التليفون ديالها؟ الرقم طلع. ديك الساعه كون مشيتي درتي شكايه بانك شكيتي بان هذاك الرقم هاد السيده اتصلت بها؟ ما شكيناش دابا في النوبه الاولى، حنا شكينا حتى ملي بغينا نبدا نعيطوا عاوتاني عيطنا ما بقاش في غتجاوب. كيصوني؟ ما كيصونيش. طفات النمره. صافي النمره، صافي بحال كان ديك النمره خدات غير هذاك الغرض.
وعاود حيدته. وحتى كاع النمره ربما الا راه واش باقا هنايا عند التليفون. دابا راه واخا هو مريض راه ماشي داك المرض عدو اللي كيغوت ولا يخبط. ما كيضرب الناس فين يعني عند الصمت. هادي مسكين. ما عمره سمعني شي كلمه خايبه. ان شاء الله قريبه تتضح الامور قريبه ان شاء الله بلاتي. الله يسمعكم وخبر الخير يا ربي. اشوف هاد مراكز الايواء الا كان اييه حيت هما جمعوا كانت واحد كانوا حملات اي واحد في الزنقه كيديوه باش كيخرجوا يحيدوه من الشارع كانوا المغرب كامل المغرب كامل حنا دابا هاد الفيديو هذا نتمنوا من الاخوان انهم يبارطاجيو هاد الفيديو الا كان شي واحد خدا في اي مركز ديال الايواء المتشردين الناس اللي ما عندهمش فين يسكنوا في جميع المدن المغربيه راه كاينه فيه الصوره وكاين العلامات بان الظهر فيه بعض الحبوبات بحال داك النقيطات في الظهر ديالو الصوره ديالو راه كاينه ضروري غادي يكون تشابه راه غير مده ديال العام هو خرج من الحياره غير بارطاجيو عفاكم هذا الفيديو خليهم نعرفوا شنو كاين كلشي قريب عند الله. الى هنا مشاهدي موقع شوف تي في وصلنا لنهايه المباشر تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.